شكري سنكر على الدعوة الكريمة. إن موضوع مائدتنا اليوم حظي ويحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك نصر الله مؤيدة في عدة المناسبات. كذلك موضوع جد مهم يمثل أحد المداخل الأساسية لبناء مغرب متقدم ومتطور يواكب التحولات الاقتصادية السياسية والثقافية. ولبلوغ هذه الأهداف لابد أننا نلوغ بالمجهودات المبذولة التي تديرها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية التي لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين. أكيد هنتكلم على دستور 2011 لكي يشدد على المساواة الفصل بين الجنسين الفصل 19، على الحماية الاجتماعية الفصل 31، وحقوق الأسرة وحقوق الأطفال الفصل 32، وكذلك على دعم الأشخاص في وضعيات هشاشة أو في وضعيات إعاقة الفصل 34. ضروري نتكلم على الاتفاقات الدولية، نتكلم على المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة 2030، أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، اتفاقية سيداو وباقي الاتفاقيات الأخرى. كذلك الجهوية المتقدمة، هذا الورش الملكي اللي خصو يعرف إصلاح شامل وهيكلي لجهوية متقدمة بغية النهوض، يعني وتحقيق تنمية مستدامة تقليص فوارق المجالية. نموذج التنمية الجديد ديكيدون، واحد القاعدة للحماية الاجتماعية تعزز الصمود والإدماج وتجسيد التضامن بين المواطنين. كذلك البرنامج الحكومي 2021-2026 لكي يوجه برامجه نحو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، الدولة الحامية والدولة الراعية لمواطنيها لتستجب انتظاراتهم. أكيد قبل ما نتكلم ندخل بالتفصيل على واقع المرأة العاملة بالمغرب، أكيد هنتكلم على مشروع الدولة الاجتماعية اللي المهندس ديالو هو صاحب جلالة نصر الله وأيده، وفضل التنزيل والتنفيذ كيرجع للحكومة ديالنا، حكومة سياسة الخروف، واللي بحال اللي قلت الكلمة ديالكم أن اليوم كيتزامن مع تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية. اللي حقيقة يعني ملي كنتكلموا أن الحكومة ديال عز أخنوش منذ أن يعني تم تنصيبها أخذت على عاتقها إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وملي كنتكلموا على الدولة الاجتماعية وأن خصنا يبقى ما يبقى حتى شي مغربي ما عندوش أنه ما يستفدش من الدعم العموم. فالرهان اليوم هو أننا ننجحوا التغطية الصحية ونوفروا عرض صحي للجميع، كذلك بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغرب. كذلك الرهان أيضا أننا نقوي مناعة صناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل. هذا هو التعاقد اللي حنا باغيين كمغاربة كاملين، طبعا التعاقد الاجتماعي، وهذه هي أولوية الحكومة ديالنا وضعها، يعني لأن المواطن المغربي والأسرة المغربية هي في صلب اهتمامات الحكومة. كذلك إذا باش تكون عندنا خصنا تكون عندنا واحد العدالة صحية، عدالة تعليمية، عدالة مجالية في توزيع البنى التحتية والاستثمارات. فأكيد إذا كان عندنا كذا كامل هنكونوا بشكل مباشر أو غير مباشر كنأثروا على المرأة العاملة داخل البيت أو خارج البيت، لأن مفهوم المرأة العاملة هو مفهوم كبير جدا، ولكن تنمى اللي ربت البيت حتى هي راهي عاملة وتهي كدير مجهود كبير باش أنها كتخرج لنا ديك اللبنة الأساسية الطيب اللي غيكون مستقبل الغد. الأسئلة اللي يمكن نطرحها السيد سي بوكر اللي كنطرح نفسها هو أن المرأة اليوم في الحقل هي مزارعة وكذلك مزارعة مهاجرة، أين هي الحقوق ديالها؟ هذو أسئلة كنطرحوها، طبعا كاين التجربة ولكن أسئلة كتطرح. وكذلك المرأة صانعة اللي كتشتغل في المعمل لوزين، واش عندها الحقوق ديالها؟ واش كاين هناك عدالة أجرية؟ عدالة أجرية يعني بين جنسين الرجل والمرأة. كذلك
عداله اجريه اللي كتحميها وكتحمي البيت ديالها وكتحمي الاطفال ديالها وكتحمي المستقبل ديالها. كل البنات كانوا ضروري المراه الموظفه اللي كتشتغل في القطاع الخاص العام، وهل وجدت يعني نصيبها في المناصب العليا؟ هذا سؤال. كذلك اللي كتكلموا على المراه في القطاع الخاص والقطاع العام، واش كاين بيناتهم واحد العداله الاجريه؟ واش عندهم نفس الحقوق والمكتسبات؟ واش قانون مدونه الشغل يعني المراه كتشتغل في القطاع الخاص والمراه كتشتغل في القطاع العام واش عندهم نفس الحقوق؟ المراه في اجازه الاجازه يعني ديال الوضع اجازه الوضع، كذلك في فتره الرضاعه مدونه الشغل بالنسبه للمراه اللي في القطاع الخاص عندها 12 شهر، واللي في القطاع العام عندها 24 شهر اللي تابعه القانون العموميه. هناك عدة أسئلة اللي كنطرحوها، واللي حنا كنساء برلمانيات يعني عندنا آلية التشريع وآلية تقييم السياسات العمومية أننا خصنا نوقفوا عليها، الأشياء اللي خصنا نعالجها والأشياء اللي خصنا نتحدوا ونوحدوا جهودنا كامل باش أننا نوصلوا للمنصة اللي حنا باغيينها كامل. كذلك حنا ملي كنتكلموا على أسس الدولة الاجتماعية اليوم، طبعا كانت هناك تراكمات، يعني انا ملي كندير لي غوشيرش كنبحث على النساء، مثلا النساء كتشتغل في القطاع الغير مهيكل، كذلك نسبة يعني تفاوت الاجور بين الجنسين شحال، يعني كنلقى ارقام كبيرة بزاف، وكنتسائل داكشي اللي طرح لي تساؤلات، علاش؟ شنو الفرق ما بين الرجل والمرأة؟ طبعا حنا عارفين الدين ديالنا والاسلام ديالنا كان واضح، يعني والاسلام والقرآن عاطي المساواة بين الرجل والمرأة. يعني في الطلاق في كل شيء المرأة والرجل سواسية. طبعا كيختلفوا في البنية الجسمانية، المرأة كتقدر تنضح كذا كذا كذا، ولكن معروف أن المرأة هي عندها القوة ديال الصبر، يعني هذه معروفة، وملي كتخدم القلب وكتأدي الواجب ديالها كوم الفو، يعني كاين واحد إن شاء الله في الكلمة الثانية نقدر أننا نقدر نبينو فيها. كذلك كاين اللي نقدر نقول لكم أن كاين واحد الشيخ اللي كنت كندير البحث انه هو مؤشر الفوارق المبنيه على النوع جندر انديكس، يعني تحتل المغرب 144 عالميا لمؤشر الفوارق المبنيه على النوع 144، هذا اللي خلينا نوقفوا عليه. كما سجلت بلادنا تراجع نسبه مشاركه المراه في النشاط الاقتصادي من 23.4% 2010 الى اقل من 20% في سنه 2021. طبعا تداعيات كورونا والجفاف يعني هادشي نقدروا نتفصلوا فيه من بعد، وهادشي كيضيع على البلاد ديالنا نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام، أي 13 مليار ديال الدرهم. ذلك أنه من المفترض يعني في أفق 2026 أننا رغم نسبة المرأة من 20% 30%، وهذا التزام حكومي عندنا في البرنامج، كاين في البرنامج الحكومي اللي طبعا إن شاء الله غنوصلوا ليه. كاين طبعا كاين اجراءات وكاين اشياء اللي كتفرحنا خاصه يعني كذلك بحال اللي قلت لكم، يعني خصنا نوصلوا 30% في افق 2026 خاصه مع التقدم المهم اللي كتعرفوا نسبه التعليم التماطس للفتيات، وهذا الشيء غنتكلموا على برنامج فرصه الجديد اللي خلى الفتيات اللي تعلموا قرار انقطاع الدراسه انهم قدروا انهم وتفانا معكم للخطيط، يعني حتى كنحتك بزاف في الميدان مع النساء مع الفتيات مع القرابي بالخصوص كنشتغل فيه بزاف. في حين كتشير المعطيات الى ان 6 من كل 10 يصلن للتعليم الابتدائي، وجوج من كل 10 نساء يلجن لسوق الشغل، يعني الثلث. وهنا يعني الاسئله اللي وضعناها وراكم عارفين بيها. لذلك سي بوبكر انا كان رايي الشخصي ان هذا الموضوع جد متشعب دقيق، عنده واحد يعني واحد امتدادات كبيره، لان قضيه المراه ولا قضيه مجتمع، قضيه اسره، قضيه تعليم، قضيه تنشئه، وكما كيقول لا يعني ان ما لا يؤخذ كله لا يسرق جله، حنا ما ناخذ شي حاجه، حنا ما غنوصلو داكشي اللي بغينا، اذا كتبنا الجهد ديالنا غنكونو غنوصلو للمبتغى ان شاء الله. نتكلم السي بكر اذا سمحتي لي على
المرأة العاملة، ملي كتكون المرأة العاملة، المرأة العاملة في الحقول، عاملة النظافة وربيات التعليم الأولي اللي كتشتغل مع جميع الوطنيين والتعليم الأولي، واللي كتشتغل مع جميع الأخرى، ماشي نفس الحقوق، ماشي نفس الأجر، تفاوت في الأجر، ماشي تماما. غنتكلمو كذلك عاملة النظافة بحال اللي قلت لكم، العدالة الأجرية، حيت مشكلة سي بكر هو أن الدولة كتقوم بالواجب ديالها. يعني مثلا أنا مشغل، الدولة عندي كتبت عليا واحد الصفقة، هذيك الصفقة شنو فيها؟ خدمت 18 عامل وعاملة نظافة، 18 عاملة نظافة، حيت هاد لا فونكسيون أغلبية كتمشي لها كيمشيو لها لي فون، غنخدمهم نورمالمون في ديفار التحملات، كاين السميد، الحقوق ديالها، التنمية ديال السوايع العمل، كلشي تحترم، ولكن للأسف الواقع المر، شنو هو؟ أن المرأة العاملة كتشتغل مثلا، نقدر تنضيط نضيط أكثر، اللي في قطاع التعليم كتاخد 900 درهم، واللي في قطاع اللي كتشتغل في المستشفيات مثلا العمومية، حيت أنا قبل ما نجي تواصلت كنت كنتواصل مع كل واحد باش يعطوني معطيات حقيقية، باش نوقفو على مكامن الخلل فين كاين الضبط، اللي في المستشفيات العمومية كتاخد 1500 درهم، كتسولها شحال كتخدم كتقول لك 800 ديال السوايع. ولكن كان كتضيع على حقك يجريو عليا يطردوني، وانا عندي وليدات التغذيه الصحيه قالت لك من بعد عام عاد غادي كتسول التغذيه الصحيه. ماشي مشكل الحكومه كتقوم بالاجراءات ديالها، الدوله حتى هي كتقوم بالدمين باش تعطيك واحد الصفقه ما كتراعيش فيها، ما كتراعيش فيها الشروط. ولكن المشكل ديال المشغل، طبعا انا ما كنتكلمش على كلشي، كنتكلم على بزاف، يعني خصنا عاملة النظافه بحال اللي كتعرفوا انهم ما كنجلهم، وانا كنائبة برلمانية راه جايبة الأسئلة اللي حدت أسئلة بزاف فيما يخص وضعية المرأة، وضعية عاملة النظافة، عملت سؤال كتابي وراها عملت سؤال شفوي حول وضعية عاملة النظافة باش نفهمو علاش ديك المشغل كان كيحترم فرض التحملات. نقطة أخرى اللي هي جد مهمة، عرفت أن كاينة 390 مفتش شغل هنا في المغرب، مفتش الشغل للأسف كيقوم بالدور ديالو، كيمشي للتفتيش، كيقوم بالتفتيش بالنسبة للزواج القصيرة، بالنسبة للفتيات القصيرات اللي كيشتغل مثلا في البيوت، هاد ما عملت نظافة، ولكن المشكل المحاضر ديالو الضبطية ما كتخدمش، لا تبقى بها الاعتبار في المحكمة، للاستئناس فقط. هذه نقطة مهمة هي خصنا نوقفوا عليها. كذلك مربية التعليم الأولي بحال اللي قلت لكم، تا هو عمل سؤال، شي كثر الأسئلة اللي على مربية التعليم الأولي حول العدالة الأجرية بين مربية التعليم الأولي اللي عندهم من 70 مؤسسة و 70 جمعيات، وحدة كتاخد ما كتاخدش اسمي، كتاخد للجمعيات 2700 درهم وشي حاجة، والآخرين كياخدو اسمي، أحيانا دابا تا كتاخد اللي هو عندهم أقدمية كياخدو 3500 درهم. شي نفس ما علينا انك تخدم حتى كتخدم نص ساعات العمل كنعملو ماشي مهمه. والجميل في الامر ان حتى الحكومه ديالنا كتشتغل بزاف، اشتغلت على تعميم التعليم الاولي اللي دابا اكثر من 4 الى 6 سنوات، دابا رجعنا تعميم التعليم الاولي الحمد لله، التكوينات كتوصل ازيد من 675 ساعه، كتبدا التكوينات مكثفه لمربيات التعليم الاولي باش تاهما، حيت راه باش تربي الطفل وتعلم ديك الطفل راه كانت الفونكسيون ماشي سهلة، يعني تا هذا كذلك ندخل نيشان في النقاش دابا. بالنسبة للعاملة في الحقول، تواصلت مع واحد لو جيرون ديال ديك الشركة، هو عنده سميك كيخصلو صوم مزيان، ساعات العمل 8 ديال السوايع زائد 15 درهم فاصله شي حاجه كيعطيوهم في الساعه، زائد كيعطيوهم ديك الساعات اللي دافيه كيخلصوا عليهم. قلت له هادوك اللي كاع كيشتغلوا في هاد الشروط هادي، قال لي هادوك القطاع غير مهيكل، هادوك راه بوحديتهم ما كيتخلصوش في الشهر، ما عندهمش دابا هادوما مثلا كيتخلصوا بون لي بون كيدوزهم في الحساب الفلوس، هادوما اللي في 70 القطاع غير مهيكل كيتخلصوا في النهار، ماشي يعني هو مشروع حتى بغا يخلص بطريقه اللي مخيمه ماشي بالاسلوب اللي بغا هو. كيف تكلمتي ودي مفراتين، تكلمتي مثلا المشاكل اللي كتعرض عليها النساء العاملة في القطاع الهيكل من القطاع غير مهيكل، وانتم عارفين هذيك التحرش الجنسي ولا هذيك، كيف تكلم على حقك؟ ما
كاينش استجابه. علاش؟ ديك المراه يقدر انها تقبل هي انها وتقبل. علاش؟ عندها دراري صغارين، عندها زوج مريض مقعد، عندها اشخاص مسنين في الدار كتراعيهم. ملي تبغي حتى حنا ملي كنبغيو حنايا نشوفها من جميع الجوانب كتقول لا تخرج تدافع على حقك، انت عندك الحقوق. هنا بنرجعو للتعزيز، يعني خصنا نديرو التحفيز والتوعية لهاد النساء العاملات في المعامل وفي المزارع وكذا. خصهم يكونوا كيعرفوا ما لهم وما لا عليهم ولكن كترجع وتقول عاوتاني مشكل الفقر والهشاشة يخلي انها الضحية كتكون كتقاطعهم، لكن ما تقدرش يهضر عليها. إلا مشيت هضرت عليها تقدر توقع شي نتائج وخيمة شي كذا. يعني حتى هي خص تكون عندنا واحد بحال قلت لك المدونة الشروط، خص يكون فينا عندنا واحد السلسلة قانونية اللي كتحمي حقوق المرأة المغربية العاملة. شكرا.